النهارده هنتكلم على كام موضوع كده مع بعض هم صغيرين فحبيت اجمعهم في فيديو واحد اول موضوع هنتكلم عليه ليه صاليد والصاليد يعني الاشكال المجسمه يعني زمان كنا بنتكلم مثلا على كاري فالكاري ده شكل مربع عادي ممكن يترسم على ورقه او يبقى هو مثلا الورقه دي اقول انها شكلها ريكتانجل او كاري او كده لكن لما اجي اتكلم على علبه العلبة دي بتكون مجسمة يعني بتكون كذا كاري لازقين في بعض فعاملين العلبة عاملين شكل الكوب مكعب او شكل البالبيدر اللي هو المتوازي الاضلاع متوازي المستطيلات طيب عايزين نتكلم على شكل شكل ونفهمه ونفكر فيه كويس دلوقتي لو انا بتكلم هبتدي بشكل البالبيدر تانجل وهشرح عليه حاجة عشان نقدر نرجع للكوب ونفهمه لو انا عندي علبة زي دي كده هون الشكل ده عامل زي ايه ريكتانجل ليه ريكتانجل لانه طول ده غير طول ده اللونجر بتاع ده غير بتاع ده ده بيتسمى في الريكتانجل لونجر وده لارجر ده الطويل وده القصير الخط هو يعني الخط الواصل بين النقطتين دول اسمه لونجر وده لارجر وده كده اللي فوق شكل ريكتانجل لو بصيت له من الجنب كده هلاقي برضو ده ريكتانجل بس بمقاسات مختلفه لونجر ولارجر واللي ورا ده ريكتانجل واللي الناحيه دي ده ريكتانجل. وتحت ريكتانجل وفوق ريكتانجل فده اسمه باراليلوبيبيد ريكتانجل يعني باراليبيد ريكتانجل يعني متوازي مستطيلات يعني كذا ريكتانجل كذا مستطيل كلمه ريكتانجل دي يعني مستطيل لازقين في بعض عملوا العلبه دي اوكي طيب يبقى الباراليبيد ريكتانجل عباره عن ريكتانجلات كله ريكتانجلات في بعض فكل فاس فيه كل ناحيه كل جهه اسمها فاس الجهه يعني فاس الفاس شكلها ايه؟ ريكتانجلر طبعاً دي كم فاس؟ نعد كده مع بعضنا ادي 1 2 3 4 يبقى اربعه حوالين داير وفيه واحدة فوق وواحدة تحت يبقوا 6 يبقى انا هقول عليهم 6 فاس ريكتانجلر عشان اقول ان هما مستطيلات يبقى بيتقال عليها ريكتانجلر بعد الجي ال يو اي ار او ريكتانجولار سيس فاس ريكتانجولار طيب لو انا حابه افكر بطريقه تانية فدول بيتقال عليهم عشان في بعض المدارس بتقول كده هيبقى بعد كده لما نكبر شويه تبقى لازم علينا انه دي فاس وفاس 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 دول كاتر فاس حوالين داير جناب يبقى اسمهم كاتر فاس لاترال لاترال يعني جانبيين ودي ودي دو باز كعضتين باز يعني بقف عليها كده وباز بقف عليها كده ده يبقى ايه دول كاتر فاس لاترال ودو باز فده عنده توتال بتاعي كله سيس فاس طيب لو انا بتكلم في حاجه تاني غير الفاس هو اي شكل من الاشكال دي عنده كذا حاجه منها الفاس منها حاجة اسمها الكوتي او الاراد بتوعهم او الديمانسيون بتاعته على حسب الشكل وحاجة تانية اسمها السومي فعايزين نفكر مع بعض ونشوف السومي هو البوز البوز يعني النقطة دي النقطة اللي تقابل فيها كل الكوتيهات دي دي اسمها سومية فالشكل ده شكل ريكتانجل يبقى عنده كام سومي ان دو تروا كاتر من فوق ومن تحت عنده كام سومي ان دو تروا كاتر هنا كَتْرْ وهنا كاتر فيبقى عنده تمانية اللي هو البوزة دي دي ان دو تروا ومن تحت هنا ان دو تروا كاتر وما برجعش اعيدهم تاني ما اقول من فوق طب ما هم هم نفس الكاتر دول ودول هم اللي موجودين في كله فهو عنده ويت سومي عنده ويت ايه سومي سومي يعني رأس او البوز يعني رأس دي باللغة العربية يعني في الرياضة بالعربي طيب عنده ايه كمان عنده ديمونسيون عنده كوتيهات ده الخط اللي واصل بين كل اتنين سامي ده اسمه كوتي او ديمونسيون عنده لونجور وعنده لارجور وده كمان لونجور وده كمان لارجور وده اسمه هاتر مادام انا ماسكه دي كده يبقى ده لونجور واللارجور واللي واقف ده اسمه هاتر فالبالي بيدريك عنده لونجور ولارجور وي بس بيطلق عليهم في كل الصليد أرات اسمهم ايه؟ أرات هما هنا مش قد بعض بس اسمهم أرات طب هم كام أرات؟ نفكر كده مع بعض لو في الريكتانجل اللي فوق عندي ان دو تروا كاتر أربع خطوط يبقى ايه؟ كاتر طب والريكتانجل اللي تحت زيي عنده كاتر يبقى في فوق كتر وتحت كتر خلصوا كده لا ده في كتر واقفين اهم ساندين الاربعه اللي فوق مع الاربعه اللي تحت او موصلين ما بينهم يبقى كتر وكتر وكتر يبقى كام دوز يبقى عنده كام أرت دوز أريت طيب يبقى ده اسمه باريبيد عنده سيس فاس ريكتانجل ريكتانجولير عنده 8 سومي اللي هم البوزه دي وعنده دوز أريت لو جينا طلعنا للكوب. الكوب فاكرين المكعبات بتاعه زمان اللي كان في مكعبات كده اعتقد ان صغيرين اكيد عندهم منها آه مكعبات مربعه كده وكل ناحيه في المكعب ليه شكل صوره بنعمل بيهم صور كتير طب انا جبت ده شبه المكعب شويه شكل هنا كاري وهنا كاري وهنا كاري وهنا كاري طبعا من غير دول دول مش تبع السوليد بتاعنا كل الاشكال حوالين داير كاري فيبقى عنده سيس فاس كاري عنده سته فاس كاري ست نواحي ست جوانب كاري برضو لو حبيت افصصهم هيتقال عليهم انهم كاتر فاس لاترال اربعة حوالين داير واتنين بعز طيب لو جيت سألت عنده كام سومي هو زيه زي دي بس الشكل ان كلهم كاريهات فهو يبقى عنده ويت سومي برضو ادي اه طبعا هنا مش باينه بوز بالظبط لانها جاي كيرف بس هي المفروض تبقى بوز 1 2 3 4 وتحت 1 2 3 4 يبقوا ويت سومي ده طيب عنده كام ارت؟ ده بقى ارتاته كلها قد بعض عنده فوق ان دو تروا كاتر الكتاهات بتوع الكاري وتحت كمان كاتر وفي النص موصل بينهم كاتر يبقى عنده كاتر ارت ذكر طيب نيجي نتكلم عن الشكل ده الشكل ده اسمه بيراميد اسمه ايه؟ بيراميد يعني ايه بيراميد؟ هرم الهرم الطبيعي الطبيعي العادي زي الاهرامات الجيزة بيكون من تحت الباز بتاعته كريه شكل مربع وبعدين شكل المربع ده طالع من كل ناحية فيه تريانجل ادي مربع هو ده على الارض وطالع من هنا تريانجل ومن هنا تريانجل ومن هنا تريانجل ومن هنا تريانجل وبعدين جبنا الأربعة ووقفناهم قفلناهم من فوق مش في علب عاملة كده بنجيب دول على دول ونقفلها تبقى عاملة زي البوز في علب تورت عاملة كده وعلب جاتوهات حاجات عاملة كده وعلب الكاب كيك بتاع اللي هو ال... مش كيك مش فاكرة اسمه ايه اللي هو بيتباع في نولا ولا بوار بيبقى في حاجات مربعة كده عاملة زي الهرم فده عنده تريانجلات حوالين داير عنده كام تريانجل عنده كاتر فاس تريانجلير عنده أربع نواحي على شكل تريانجل صح؟ وعنده باز واحدة من تحت اللي واقف عليها ين باز كاري عنده باز ايه؟ كاري لكن لو انا فكرت انه انا عايزة عدد الفاس اون توتال هو عنده سينك فاس عنده كاتر واقفين ادي واحدة قدامة هدي تريانجل اللي في وشي ده واحد من الجنب هنا واللي ورا ده تروا وده كاتر وتحت الكاري يبقى سانك فاس كلهم يبقى التوتال بتاعهم سانك طيب عنده كام سومي كام بوز عنده تحت ادي 1 2 3 4 اربع اهو وواحده فوق يبقى عنده كام سومي سانك سومي طيب ناقص اعرف عنده كام اريت في حد شاطر هيجي يقولي عندي 1 دو 11 غلط ليه؟ لأن أنا لما قفلت التريانجلات دول على بعض بقوا كل خطين الخط ده والخط ده لزقوا في بعض بقوا خط واحد يعني أنا هعد من هنا هو تحت عنده كاتر اللي هما بتوع الكاريه وبعدين عنده أدي أم دو تروا كاتر الأربعة اللي طالعين من الأربع تبواز دول من الكاتر الصومي اللي تحت عشان يتقابلوا في السوميدي دي فعنده كاتر هنا وكاتر تحت يعني عنده ويت أرات عنده إيه؟ ويت أرات فهمناها عايزه تخيل شويه عايزه احس تخيلي ولو ابتدينا من واحنا صغيرين نتخيل المات هيبقى معانا سهل جدا في حاجات كتير بعد كده هتتع يعني في ناس بتيجي في ثانوي بتتعب فيها بسبب انها ما حاولتش تتخيل وهي صغيره حفظتهم كده في عندي بعد كده بيراميد تريانجولير ده زي ده بالظبط بس الفرق ان الباس بتاعته شكلها تريانجل شكلها ايه تريانجل فرقت في ايه انه بقى عندي الجوانب تلاتة لإن في تلات كوتيهات بس اللي هطلع منهم تريونجلات، بقى عندي الكوتيهات يعني ادي فاس وادي فاس من الجنب وادي فاس ورا يبقى تروا فاس لاترال تريانغولير. في تلات فاسات تريانغولير. صح؟ طب وعنده بعد شكلها ايه؟ تريانغولير برضو اون باز تريونجيلار يبقى عنده توتال كاتر فاس تريانجل عنده كاتر فاس تريانجل عنده كام سوميم تحت؟ ان دو تروا بتوع تريانجل وكلهم يتقابلوا فوق في واحده يبقى عنده كاتر سومي كاتر ايه سومي طب عنده كام نفكر ان دو تروا وطالع منهم ان دو تروا يبقى عنده سيس أَرَتْ لو انا حبيت افككه الشكل ده بيبقى عامل كده ادي تريانجل اهو في تريانجل هنا وفي تريانجل هنا وفي تريانجل هنا اهو احنا ممكن نرسمها ونقصها ونعملهم نتنيهم ونجمعهم عشان نفهمها اكتر هحاول ادور لكم على اشكال زي كده تكون معمولة لانها تتطبع وبعدين بيبقى محطوط اماكن خطوط منقطة كده على الاماكن اللي تتطبق منها بعد ما نقص الشكل من بره نطبق من اماكن الخطوط فيدينا الفيجور دي هي هي بالظبط ولو في الصيف ممكن نعملها بقى مجسمة بجد ونعمل فيديو ليها ونتفرج عليها وتبقى حاجة حلوة طيب عندي ايه كمان في الصليد عندي حاجه اسمها كان حاجه اسمها ايه كان ايه كان ده كان ده عامل زي القرطاس او عامل زي الترتور عارفين الترتور بتاع الكريسمس وكده هو ده الكان الترتور ده بيبقى عامل من تحت دايره يعني ان باز سيركولير شكلها سيركل يعني دايره ان باز سيركولير لو حد مش عارف الفيجور الاساسيه اللي هو كاري وريكتانجل وتريانجل وكده يقول لي وانا هعمل فيديو عنها يبقى عندها اون باز سيركولير طيب وعندها ده في كذا فص لا ده, ده ده مدور مش هعرف امسكه شمال من يمين يبقى ما فيش غيره فهي ما عندهاش غير باز واحده ايه سيركولير طب عنده سومي في بوز الدايره ملهاش بوز لكن فوق في سومي واحد يبقى انسل سومي طب عنده اريتس يا جماعه ده وده لا ركزوا معايا ده احنا لو عندنا الطرطور قدامنا بس انا مش معايا طرطور للاسف لو عندنا ده احنا ممكن نعمله بسيطه يعني ممكن نعمل ايه نجيب ورقه اي ورقه هنا خلاص اي ورقه نروح عاملين كده اهو اهو ده كده طرطور صح ده طرتور طيب ده في خط مفيش خطوط كله مدور حوالين داير مفيش حته اقدر اقول انه ده خط نازل منها لا هي كلها مدوره فما اقدرش اقول ان الحته دي خط ينفع اعتبره ايه عرات. يبقى ما عندوش ولا عرات. يعني ممكن نقول عليه عنده زيرو عرات. الشكل ده الشكل ده بريزم ايه البريزم ده البريزم ده عامل زي الخيمه عامل زي ايه الخيمه ايه الخيمه دي هقول لكم عامل زي ايه دلوقتي بالظبط شيء عامل كاننا جبنا حاجتين كده شايفين شكل ريكتانجل وشكل ريكتانجل تاني عملتهم كده وفي ريكتانجل تحت خيمه ومن هنا تريانجل ومن هنا تريانجل يبقى عامل زي الخيمه اه لو حبيت اعملها بورقه ممكن اعمل كده اهو يعني اتني الورقه واوقفها كده وهيبقى فيه كان ليها باز تحت فهي الخيمه عامله كده اهو ده ريكتانجل واقف اهو طالع لفوق كده هنا دي دي فوق نعتبرها فوق ودي واحده تانية. ودي الباز اللي واقف عليها تحت في الارض وهنا في شكل تريانجل اللي هو باب الخيمه وورا فيه شكل تريانجل فده عنده كام باز نخلي بالنا كده وعنده كام فس هو عنده جنب للخيمه هنا وجنب هنا وباز تحت يبقى عنده تروا فس شكلهم ايه ريكتانجولير ثرو فاست ريكتانجولير شكلهم ريكتانجليت طيب وعنده كم باز هنعتبر ان الباب اللي ورا والباب اللي قدام دول دو باز شكلهم تريانجل دو باز ايه تريانجولير طبعا عندو كم سومي نبص بقى واحدة واحدة ادي ان وادي دو بعدين تروا كاتر سنك سيس طب نعدها بطريقه تانيه لو عدينا من الباب ده ادي ان دو تروا والباب ده ان دو تروا ودول موصلين بينهم مفيش سومي يبقى عندي كام سومي؟ سيس سومي لازم اتخيل واعد الموضوع مش حفظ خالص نهائي طب عندي كام ارت؟ نبص الخيمه تحت ريكتانجل يعني عندها اربعه وبعدين من كل واحد فيهم طلع واحد ادي 1 2 3 4 يبقى 4 4 8 وفي هنا عصاية موصلة بينهم عشان تمسكها لفوق يبقى كام؟ نف يبقى انا عندي تاني ادي 4 وادي 1 2 3 4 يبقى 8 وواحدة في النص يبقى 9 أرات طيب. نيجي للشكل اللي بعد كده اللي هو السيلندر والسيلندر عامله زي القلم زي الجلوده زي اي حاجه القال كده كل الحاجات دي ايه مدوره زي الكوبايه زي البرطمان ده عنده دايره فوق ودايره تحت يعني عنده دو باز سيركولير اتنين باز شكلهم مدور دو باز ايه سيركولير طيب في عنده صاميهات لا احنا اتفقنا ان الدايره ما بوز يبقى عنده زيرو صامي طب في عنده ارتات مفيش لان انا مقدرش امسك خط معين واقول ده خط ده هي كلها لفه حوالين داير يبقى زيرو ده كار نيجي هنا للسفير الكوره الكوره اللي بنلعب بيها كوره في النادي او كده السفير ما عندهاش اي حاجه زيرو بعد لان يعني هي كلها مدوره زيرو سومي مفيش ولا بوز فيها وزيرو ارت كمان مفيش ولا ارت لانه ما عندهاش خط معين فيش هنا اسس ان دول زيرو ده ده كده كان اول موضوع معانا النهارده تاني موضوع هنتكلم عليه اسمه لي بوليجون لي بوليجون البوليجون دول اللي هم ايه احنا لو رسمنا خط كده ده بنسميه سيجما الخط ده سيجما او ارات زي ما خدنا في الفلصل لو عملنا خطين لازقين في بعض بقى اسمه ليني بريزي ليني ايه بريزي وليني بريزي مش مقفول كده يبقى اسمه ليني بريزي وفير او لو عملناه كده اهو ده برضه ليني بريزي وفير مع انهم ثلاثه سيجمون لازقين في بعض لكن اول ما عملت ثلاثه سيجمون وقفلوا ليني بريزي بقى اسمه ليني بريزي فيرمي مقفول يبقى دخلت في البوليجون دخلت في مين البوليجون مين هم البوليجون البوليجون اي ثلاثة اي من اول ثلاثه سجمه واكتر ملزقين في بعض اللي عنده ثلاثه كوتيه اسمه تريانجل وهو شكله ده احنا عارفينه واللي عنده كتر كوتي خلوا بالكم كلمه تروا جايه من تروا تري تروا ثلاثه تري انجل يعني ثلاثة انجلات ثلاثة ما هو ده تريانجل عنده ثلاثه كوتيه ده كوتي وكوتي وكوتي وعنده ثلاثه انجل اللي هم جوه دول كمان في عنده كاتر كوتي وده اسمه كوادري لاتير كوادي جاية من كاتر يعني عنده كاتر كوتي والكاتر كوتي ده في منه أشكال كتير قوي في منه كاري وفي منه الريكتانجل وفي منه اللوزانج كل الأشكال دي المفروض أن احنا عارفينها اللي عنده سينك كوتي اسمه بنتاجون اسمه ايه بنتا دي يعني خمسه بس مش عارفه باللغه اللاتينية تقريبا او حاجه بينتاجون. ادي عنده 1 2 3 4 يبقى اسمه ايه بنتاجون اللي عنده سيس كوتيه لو نفتكر سيس فيها اكس يبقى اسمه اكزاجون فيها اكس اهي اكزاجون سيت كوتيه سيت بتتكتب ازاي اس او -E بي تي شيلوا الاس وحطوا عشتباه وكلمة جون يعني مجس يعني كذا كذا أنجل في بعض يبقى heptagon بدل ست set", heptagon ست بدل إس تحط اش تبقى heptagon ويت كوتي جاية من الأكتوبس الأخطبوط عارفين الأخطبوط عنده تمن رجلين يبقى اسمه أكتو أكتوبس اهي أكتوجون نف كوتي جاية من نف بالإن تبقى نانو جون وديس كوتي بالدي تبقى ديكا جون دل علينا نعرفه في البوليجون نعرف اسمائهم عارفه ان اسمائهم رخمه شويه وطويله شويه بس واحده واحده هنلاقي الدنيا سهله ومش هنتكلم النهارده عن ماتريس والماتريس دي حلوه قوي ان احنا نعرفها من دلوقتي لان دي موجوده في ثانوي فبدل ما اتصدم بيها في ثانوي مره واحده ابقى عندي فكره عنها اصلا الماتريس دي هو بي بي يعني بيبقى منسق المعلومات بتاعته في عدد من الليني وعدد من الكالان ليني يعني خط بالعرض كده ده اسمه ليني يعني دول دو ليني اما كالون معناها بالطول يعني ان دو تروا كاتر سينك ولازم يبقى فيه اليمون في كله يعني ما ينفعش مثلا مره اعمل كده هنا كتر واللي تحتيها اعمل تروا بس لا في الماتريس لازم اللي فوق يبقى قد اللي تحت والشمال قد اليمين وكله متظبط زي بعض فلو جاتي هنا سألني وقال لي أنا عندي هنا كام لينية؟ فدول ده لينية لأنهم سطرين طب وعندي كام كالون؟ 1 2 3 4 5 يعني عندي 5 كالون لو جيت أحسبها باللينية هم ده لينية وكل واحد في 5 فهقول 2 x 5 أما جيت أحسبها بالكالون هم 5 كالون وكل واحد في 2 فهمتون عملت إيه؟ أنا كتبت عدد اللينية لو بعدد اللينية فهتبقى 2 x كام في كل لينية في 5 في كل لينية اما لو بعدد الكولون فهما 5 فيبقى سانك في كل كولون فيه دو طيب نيجي هنا عدد الليني بتاعي ان دو عدد الكولون ان دو تروا يبقى انا عندي تروا كولون لو جيت بالليني انا عندي دو ليني وكل واحد فيه تروا يبقى دو فوا تروا اما لو جيت بالكولون فانا عندي تروا كولون وكل واحد فيه دو يبقى تروا فوا هنا عدد الليني دو تروا يبقى يعني انا عندي تروا لينيا عدد الكولون ان دو تروا كاتر يبقى عندي كاتر كولون تروا وكل واحد فيه كاتر يبقى تروا فوا كاتر يعني تقريبا بعمل دول فوا بعض بس ببتدي باللي ال... انا فيه دي الايكواسيون بتاعته والكولون كاتر هتبقى كاتر فوا تروا لان كل كولون فيه 3 كار طيب هنا اهو عندي كام ليني دو ليني كم كولون نعد مع بعض 1 2 3 4 5 6 7 يبقى عندي 2 × 6 او هنا بالكولون 6 × 2 هنزل لكم كمان باشتين حلوين كده بالالوان وكلهم رسومات جميله ممكن تطبعوهم عندكم آه وتحلوهم على حكايه الماتريس اتمنى ان الحاجات اللي قلناها النهارده البوليجان والساليد والماتريس يكونوا واضحين لو في اي حاجه اكتبوها في الكومنتات واجابات الحاجات اللي فيها ديفوار اللي هم الباشتين التانيين هعملها لكم في الكومنتات اشوفكم على خير الفيديو الجاي ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب للقناه وميرسي لكم خالص باي باي